نحن بنحتاج حوالي 64 مليار شيكل لاغلاق الفجوات بالبنية التحتية وبالخدمات. قضية كانت انه نحطت خطة عقبال خطة صار من قصار. لما كنا نتواجه واليوم بقدر اقول انه القرى موجودة على الاغلب في سلطاتنا المحلية العربية لتنفيذ الخطة. لما انت عندك بالقوة 1% من المكاتب الحكومية الموجودة بالبلاد العربية، يعني 98% من الأرباب الحكومية اللي الحكومة بتدفعها للبلديات تروح للبلديات.